اي ثينك مش اصعب حاجه في طب الكام كتاب اللي وريتهم لك في الفيديو ده. عايز تدخل طب؟ ها، عارف انك هتذاكر كل دول في 3 شهور عشان وراك اند راوند بطنه؟ بلاش دول. طب عارف انك هتذاكر دول عشان تسافر اي دوله؟ ما هو مش هيسيبوك تحط ايدك على العيانين هناك من غير ما يتاكدوا انك دكتور كويس. اما بالنسبه بقى لو عايز تبقى دكتور شاطر، فتشوف لك 4 5 مراجع من دول تذاكرهم عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. ايه بقى، ما قلتليش لسه متاكد انك عايز تدخل طب؟ في تحديات وضغوطات كتير جدا محدش بيسلط الضوء عليها، عشان كده انا عملت الفيديو ده. واهمهم انك هتتحمل مسؤوليه حياه انسان، يعني عمر ما حد هيكلمك عن المسؤوليه دي. غالبا لو اي حد هيتكلم هيتكلم عن المكانه الاجتماعيه، المكانه الماديه اللي الدكتور بيكون فيها، بس ما حدش شايف الجزء الاخر من القصه، وهي المسؤوليه والاجتهاد اللي المفروض انت هتبذله في سبيل انك تكون دكتور شاطر. ممكن كلامي يبان اوفر شويه، بس هي دي الحقيقه. لما عملت الفيديو ده ما كانش غرضي اني احبط حد، بس لو شويه الكتب اللي وريتهم لك دول احبطوك، اعرف ان الكليه دي مش بتاعتك. لكن الحمد لله الغالبيه العظمى من الناس الفيديو شجعها اكتر، ناس كتير حست بموتيفيشن بعد الفيديو ده، لان قاعده ثابته في الحياه ان مفيش حاجه سهله، ومكانتك بتبقى تعتمد على اصرارك وعزيمتك انك تحقق هدفك.